السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم، معكم دكتور أوجيت. ألو، هاد ليامات كما تعرفوا كاين بزاف، جوزنا سورتو من مواد سبتمبر نقولوا حتى المواد أكتوبر. من مواد أكتوبر حتى الدوك كاين بزاف لي غريب لي برونكيوليت، كاين بزاف لي مرض هكذا، هاد لي زانفيكسيون سورتو دراري صغار كاين لي مرضوا جوج خطرات ثلاثة في الشهر. دونك جوزنا اون بيريود صعيبة شوية، سي فري كو تكالمات هاد ليامات، مي مازال واش رماركيت سي كو كاينه اون كونسوماسيون كبيره تاع لي زونتيبيوتيك في هاد لا بيريود لي جوزناها. دونك كاين دي زونتيبيوتيك راحوا كومبليتوم، عندنا مده ما شفناهمش، اي فريمون كاينه اون كونسوماسيون كبيره بزاف تاع لي زونتيبيوتيك. الور ايور في لوروب والاخر كيديروا دي زيتود يقولوا بلي لا كونسوماسيون تاع لي زونتيبيوتيك نقصت في لي 3 dernières زاني، نقصت حنا جو بونس زادت لا كونسوماسيون تاع لي زونتيبيوتيك. وكيما تعرفوا لي زونتيبيوتيك سي دي فامي، كاين دي فامي تاع لي زونتيبيوتيك، ماشي كيف كامل هاد لي زونتيبيوتيك، كاين دي فامي خفاف شويه، كاين دي فامي قويين، كاين دي فامي كل شاك فامي وشنو هو الميكانيزم تاعها ولا كيفاش تخدم في جسم الانسان. دونك هي في الحقيقه ما نقدروش نكومباريو بيناتهم، مي كاين لي قويين بزاف، كاين لي قويين شويه، كاين سي دي جينيراسيون، بروميير جينيراسيون، دوزيام، تروازيام، حسو. اي روماركينا بلي لي زونتيبيوتيك هادوك لي خفاف لي ما عندهمش ضرر كبير ولا ما يفيدوش ولا الناس ما يستعملوهمش كامل، ولات واحد لا كولتور سي كو الاولياء ديجا كيروحوا عند طبيب ويقول لهم باغ اكزومبل حاجه اللي معروفه بزاف سي لونجين، يقول لهم وليدكم عنده لونجين نعطي له هذا الانتيبيوتيك، يقولوا له يا طبيب والله غير هذاك الانتيبيوتيك ما ينفعش فيه، موالف يشرب غير هذا الانتيبيوتيك ولا هذا الانتيبيوتيك، هذاك ما ينفعش فيه. بون هادي ولات عاده. ومن بعد هذاك الطبيب كاين اطباء اللي يرضخوا لهذا الشيء ويمدوا الانتيبيوتيك هذاك اللي قوي شويه، سي نورمال هذاك الطفل يبرى هكا، ولي بارون يقول لك فوالا هاوليك سي كونفيرمي. هوروزمون قلنا له لو كان مدلنا هذاك الانتيبيوتيك الاول ومن بعد نريحوا سمانه ولا 10 ايام ومن بعد كيف تعاود تولي له الحمه ومن بعد اوبليجي نعاودو نوليو ليه باش يعاود يمدلنا هذا الانتيبيوتيك. هوروزمون هدرنا وقلنا له وعطاه لنا ديريكتومون. بصح هذا الشيء المشكل وشنو هو، سي كو اون كري دي ريزيستونس، سي كو الجسم تاع الطفل هذاك يولي متعود لهذاك الانتيبيوتيك القوي، ومن بعد الا كان عاود رشوتا ولا الا كان مبراش كما لازم يعاود يرشوتي، ولازم لنا انتيبيوتيك كيف تاني لازم يكون قوي اكثر عليه، وهكاك ومن بعد يوليو لي زونتيبيوتيك كامل اللي كاين في الفارماسي ما يكفيوش، ولا نلحقوا لي زانفيكسيون غراف وين ميم في لوبيتال ما يلقاوش واش يمدوا، نلحقوا لوبيتال وين مدوا 3 زونتيبيوتيك على ضربه في الدم تاعو. دونك فريمون ولا غير ستان دونجي كبير، سي بور سا هاد الاخر راني هضرت هكا برك. كاين واحد لي كومبورتمون حبيت نوه عليهم، حبيت نحكيها لكم باش ما ديروهمش. الوغ كاين لو كا تاع الاولياء اللي يروحوا يشريو ديريكتومون دوا. الوغ يقول لك وليدي عنده السعله وعنده الحمه ورحت للفارماسيان وقلت له اعطي له هادي وهادي وهادي وهادي، ما حبيتش نذكر الادويه مي معروفين. كاين ادويه نقدروا نشريوهم هكا باغ اكزومبل تاع الحمه ولا سعله خفيفه للطفل فوق عامين، تحت عامين ما تشريوش شويه السيرو تاع السعله. سعله خفيفه معليش جيبوا له هذاك تاع السعله، الاملاح هذوك الاملاح تاع لا دياري، السيرو تاع لا دياري ولا السيرو تاع القيا ولا معليش. بصح وعلاش تجيبوا لونتيبيوتيك ديريكتومون؟ وعلاش تجيبوا لونتيبيوتيك نتوما ديريكت؟ ولا يقول لك مرض وليدي الاول في عمره 3 سنين، عنده خوه في عمره 5 سنين، دونك رحت للطبيب عطالي هاد السيرو هاد لونتيبيوتيك وهاد السيرو تاع الحمه وهذاك السيرو تاع الوجعت في الاخر في القرجومه تاعو، ومن بعد سمانه من بعد عاود وليدي الثاني كيف نفس الاعراض. دونك واش درت؟ روح للفارماسيان شريت له نفس الدواء تاع وليدي الاول وراني نشرب له في الاخر وليدي الثاني. هذه ثاني بارفوا خطا، نلقاو بلي الطفل هذاك مرض حاجه واحده اخرى كامل.
كاين حالات وين فريمون سي كاتاستروفيك، وين باغ اكزومبل الاولياء كيما هكا عنده وليده الاول في البوا تاعو يوزن 11 كيلو والثاني يوزن 18 كيلو ويعطي له نفس لا دوز تاع وليده الاول. دونك هادي تاني كي يكون دواء ممدوه بالدوزاج خفيف هنا نكريو تاني مشكل، نكريو دا ريزيستونس. كاين حالات وين الاولياء بار اكزومبل يروحوا ديريكتومون يكون عندهم ديما هذاك تريتمون في الدار. الوغ يكون عندهم في الدار هذاك تريتمون، دونك اشاك فوا يكون عنده الحمى يعطيو له لونتيبيوتيك، يبداوها ديريكت، غير يبدا شويه حمى خفيفه هكا يبدا ديريكت لونتيبيوتيك باش يقول لك ما نخليهاش تطلع، ومن بعد يومين ثلاث ايام تروح هذيك الحمى يحبس، ومن بعد يعاودوا ريشوتي هذاك الطفل 5 جور من بعد باسكو يروح لاكراش ولا يروح ليكول يعاود يمدلو هذاك لونتيبيوتيك. كامل هذا الشيء سي دي فاكسان ديروهم للميكروبات، كي لي هذاك الميكروب تقويو فيه هكا. دونك هاد الاخر الكومبورتمون تاني ما لازمش نديروه. الو الكومبورتمون الواعر كامل اللي شفتو في لا بوتيت كارير تاعي سي كو كاين اللي يحكموا لونتيبيوتيك يديروه في قرعه ما، شغل املاح هذوك تاع لا 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 ديزيدراتاسيون يديروه في قرعه ما كبيره ويقولوا لولادو يروحوا يشربوا من هذيك القرعه، يشربوا بشويه بشويه باش هذاك لونتيبيوتيك زعما نهار كامل هو يخدم فيهم. الوغ هنا قالت لهم كامل روحوا تريحوا. دونك النداء تاعي يفو فير اتونسيون مع لي زونتيبيوتيك باسكو صح تتهناو ان كيك سورت، مي الاستعمال المفرط يمدلنا ديزانفيكسيون قويين و بارفوا وين طفل لازم له لوسبيتاليزاسيون ديريكتوم. دونك لي زونتيبيوتيك واش نوصيكم، الحاجه الاولى كيما درت دي فيديو كيما هدرت ديجا ما لازمش نبانيكيو على الحمى نورمال، والحمى جامي ضرت الطفل وما دير اونديكاب ما دير والو. دونك نروحوا لها بالعقل، هدرت ديجا على كيفاش نديروا الحمى كيفاش نواجهوها هكا. ميم الا كان طفل الحق لا كونفولسيون ودار اون كونفولسيون ما تخبط بالحمى هذيك ما عندهاش ضرر، رد فعل كهربائي كيما نقولوا تاع المخ تاعو نورمال ما يخليلوش اثر. بار كونتر الا كان درنا له اون ريزيستونس بكتيريان ودار اون انفيكسيون غراف في الاخر في لي بومون تاعو ولا في لي ران تاعو ولا هنا سي كاتاستروفيك، لي ديغا لي يخليهم الميكروب ما سي دي ديغا بارفوا ريفيرسيبل، تما ما نقدروش نعاودو نقلبوا الامور. بار كونتر الحمى الا كان دار كونفيرسيون يديرها خطره ولا زوج ولا ما عندوش اثر، جينيرالمون يفوت 5 سنين 6 سنين خلاص تروح هذيك لا كونفيرسيون يولي يستحمل حتى ل 41 درجه. دونك ما تقلقوش كي تكون عنده الحمى وشنو هو لازم نعرفو، اولا وشنو هي السبه تاع الحمى هذه، ثانيا نعطيو اون شونس للمناعه تاع الطفل، ومن بعد ثالثا نعرفوا كيفاش الا كان اوبليجي نستعملوا لي زونتيبيوتيك واش من نوع تاع لي زونتيبيوتيك والدوزاج ولا دوري، باسكو الا كان من مدوش لا دوز اللازمه والمده اللازمه رانا نضروا في الطفل هذاك. الا كان واحد يبدا لونتيبيوتيك يومين ثلاثة ايام ومن بعد يحبسو او يضر في روحه ولا يضر في ولاده. بار كونتر الا كان كاين حالات وين كاين حاله واحده وين اوليو يجيبوا دو فلاكون جابوا وقيلا 3 ولا 4 فلاكون 12 يوم هما يشربوا في الاخر في الانتيبيوتيك على جال حاجه خفيفه، هنا تاني لازم نديروا اتونسيون. وعلاش نمدوا بزياده كوم ماشي ملاح لي زونتيبيوتيك ني الفوا تاعو ني لي ران تاعو هكا. دونك نعاود نداء تاعي على لي زونتيبيوتيك، ما تمدوش الانتيبيوتيك هكا الا كان ما تعرفوش شحال لا دوز وما تعرفوش شحال لا ديوري تاعو، وما تمدوش لونتيبيوتيك غير من ديكو يبدا يكون عنده شويه حمى. شحال من كا فريمون سي 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 دي كا ريال وين يلحق شرب ديجا 3 زونتيبيوتيك 3 لي زونتيبيوتيك. كاين دي كا وين كي يلحق عندي شرب 3 لي زونتيبيوتيك ودي زونتيبيوتيك قويين كامل، ومن بعد ندير له فحص طبي ونشوف باللي الطفل هذاك سيفري عنده الحمى، مازالت الحمى تاعو طالعه مازال يدير بين 39 حتى 40، ونلقاه بلي السبة هي حمى فيروسية ماشي 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 بكتيريا، سادير كو البكتيريا الفيروس ما كانش انتيبيوتيك يقدر يقتلنا الفيروس
هذه مستحيلات. دونك سي دي زونتي فيرو سي دي ميديكامون نمدوهم في حالات مستحسيه برك. دونك ما نمدوش لي زونتيبيوتيك بور ان فيروس باش نقتلوا ان فيروس. كي نلقى هكاك دي كا كيما هكاك نقولهم ما ديروا له والو، عطيو له الماء يشرب بزاف، عندكم لي موان فيزيك ماكسيموم دوليبران واعطيو له شويه وقت نفيريفي بلي ما كانش مرض واحد اخر اللي يقدر يسبب لنا هذا الحمى، ما كانش مرض في المخ تاعو ولا مرضيه انفلاماتوار ولا. دونك نقول لهم جيهم شويه بيزار لي بارون، كاين بزاف لي بارون يقول لك كيفاش هذه رحت لهذاك الطبيب عطى لي هاد لونتيبيوتيك ومن بعد هذاك عطى لي هاد لونتيبيوتيك ومن بعد هذاك عطى لي هاد لونتيبيوتيك، جيت عندك قلت لي ما تمد له والو، كيفاش نخلي الطفل تاعي هكا يسوفري بالحمى؟ فريمون سي باش تقنع هذاك، تقنع هذوك لي بارون تقول لهم بلي ولدي السبه تاعو سي تان فيروس، اي لو فيروس وشنو هو؟ لازم نقويو المناعه تاعو بالنوم بالماكله بالاخر بون هيدراتاسيون بكلكو فيتامين ونستناو. ما يأمنش هذاك الاخر هذوك لي بارون. دونك فوالا مي معليش انا بور لو بيان تاع لونفون شرب 3 ولا 4 انتيبيوتيك سي ترو بور لورغانيزم تاعو. طفل تاع عامين ولا 3 سنين مبومبارديو هكا بلي زونتيبيوتيك بزاف. دونك فوالا جيسبر النداء تاعي الحق اي توجور لا باج هاديه راهي توجور اكتيف. الو كاين بوكو دو كيستيون اي مازال شاك جور راني نريبوندي في لي كيستيون. سي فري كو ما نحطش هكا نصائح ولا ارشادات، مي لي كيستيون سي كيفاش نريبوندي او ماكسيموم مرحبا بهم، وان شاء الله نعاود نوليو الفيديوهات تاع النصائح والارشادات. فوالا ما كانش اون كيستيون في التعليقات. ربي يحفظكم، شكرا لكم وليلة سعيدة.